أي رزق تريد؟ إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد؟ طريقة تفكير جديدة في تعاملنا مع مفهوم الرزق والسعي له. إنه سعي جاد في عمارة الأرض كأفراد ومجتمعات تساهم في تغيير واقعنا وواقع أوطاننا نحو الأفضل. أي رزق تريد؟ برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور محمد بوحجي، ومن إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في الحلقة 26 من برنامجكم أي رزق تريد، حيث سنتعرف اليوم كيف يجدد الرزق في حياتنا فيملأها معاني وإصرار وسعادة ويمكنها من صناعة الأثر. فمرحبا بكم. يا رحمن يا رحمن ساعدني، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. التجدد في حياتنا أيها الأخوة والأخوات هو جزء من رزقنا في الحياة، وما من إنسان على وجه الأرض في القديم والحديث حقق نجاحات وترك أثرا إلا كان يجدد حياته بوسائل مختلفة مكنته من ذلك الإنجاز والمزيد من العطاء الذي رأينا. حياتنا أيها الأحبة لا تتجدد من خلال الانشغال بشكليات الرزق المادية، أي اللهث المستمر وراء المال والبنين والمأكل والمشرب والرفاهية، بل حياتنا تتجدد من خلال استكشاف النفس واستكشاف ما حولنا وما دورنا في هذه الحياة. حينما تتجدد حياتنا نستطيع أن نرى حكمة ألوانها ونتعامل مع حلوها ومرها، فيجد الإنسان نفسه تدريجيا أمام تفكير واسع في مفهوم الرزق. يخرج الإنسان أيها الأحبة منا كل يوم من بيته في الصباح الباكر وبنية صادقة لكي يوفر المال لنفسه وعياله، أو ليعكس نفسه من خلال عمله ورزقه. أفلا يجب أن يفكر هذا الإنسان ما هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه في كل فترة من حياته؟ وألا يجب أن ينظر هذا الإنسان لما حوله من فجوات في المجتمع فيسعى لملئها؟ رزق تجدد الحياة يعني أن تفكر وتسعى لرزق أكبر من احتياج الأسرة ومن المأكل والمشرب والمسكن والرزق الروتيني، وأن تفكر برزق يأتي ليجعلك قدوة أمام أسرتك ومجتمعك، فتنشط بك نفوس محبطة ويزدان بك مجتمع متشتت. من دلالات اسم الرازق سبحانه أنه متجدد في العطاء والإحسان لعباده، ولذلك مثلا قد يسمى المطر رزقا لأنه يتجدد في مكان نزوله وفي أوقات نزوله وفي فترات نزوله وفي كثافة نزوله. وكما يقول ربنا جل وعلا: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فالتجدد في الرزق هو طبيعة وسنة ربانية في كل شيء، حتى الغابات تتجدد، حتى الطبيعة تتجدد، حتى الكائنات تتجدد، حتى النسيج الإنساني يتجدد. فالتجدد وعد رباني، ولذلك يقول الإمام الطبري إنه يقصد بالسماء حتى المطر والثلج اللذان بهما تخرج الأرض الرزق والقوت والثمار وغير ذلك. الرزق أيها الأحبة إذن يتجدد، وهذا التجدد يقع في كل ما نقوم به في الحياة ككائن حي، وهذا التجدد يقع في كل ما نقوم به في الحياة، أي إنه قد يكون تجددا ماديا ومعنويا. فالإيمان يتجدد بالرزق الذي يقوم على حب الخير وحب المجتمع
وحب الأسرة وحب الوطن وحب العلم وحب الإنسانية وحب الكرامة والحرية. والإيمان يتجدد بالخلق والحب والإقبال على العبادة والنظر لأحوال مخلوقات الله. الرزق أيها الأحبة المتجدد يعلمنا أن نسعى لزراعة البسمة وأن نغرس المعاني الجميلة ونحن نجدد دورنا في الحياة، سواء كنا طلبة أم موظفين أم آباء أم علماء أو حتى حكماء أو خبراء أو متقاعدين، ولا أن نصل إلى أن نكون أجدادا. فالتجدد يترك لنا مساحة لاختيار طريقة الأثر والذكرى الطيبة التي نريد أن نتركها بين العالمين. فلا حياة دون عطاء متجدد. ولذلك تقول الفيلسوفة آن صوفي: نحن أغنياء فقط من خلال ما نقدم. ولذا حينما سئل أحد الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من قويت شهوته وبعدت همته وقصرت حياته وضاقت بصيرته. لأن هذا النوع من الناس يعيش حياة ملؤها الشهوات، فهو لا يستطيع أن يتخلص من هوى النفس التي سيطرت عليه وحطت من مكانته وبصيرته. الرزق المتجدد أيها الأحبة يجعلنا نسعى إلى أن نغير الاعتقاد أننا مجبورين في الرزق. فكما قلنا سابقا، الله سبحانه وتعالى لم يأمر ولم يجبر ولم يقهر في معظم خياراتنا، وإنما أنا وأنت السبب الأساس في معظم ما يحدث لنا، ولكن الله يراقب تصرفاتنا وطريقة تعاملنا مع أحداث الحياة. الرزق المتجدد يبني شجرة اليقين، فهو يدفعنا للأخذ بالأسباب الحسية وانتظار النتائج المعنوية والمادية. وكذلك الرزق المتجدد يأتي أحيانا من الأخذ بالأسباب المعنوية مع انتظار النتائج الحسية والمادية والمعنوية معا. فلو فكرت في الرزق فإنك ستراه أنه يأتي ويروح من خلال تناغم وتقلب بين نتائج وأسباب، وسيبدأ تفكيرك يرتقي في فهم وإدراك كيف يأتي الرزق، وسينشأ عندك ثقة بما هو قادم، لأنك ترى أحيانا النتائج كمحصلات لما كان، أو ترى أحيانا الأسباب كمقدمات لما هو آت. فيتجدد بهذا عندك حركة الحياة ومفهوم وديناميكية الرزق، فيورث في قلبك سكونا راسخا لا تستطيع بسببه الدنيا وأسبابها أن تشغل قلبك وتشغل عقلك عن التفكر والتأمل والتدبر في عجائب صنع الله. لو فكرت هكذا أخي الحبيب وأختي الحبيبة، سيترابط في تفكيرك كل شيء بمعادلة ربانية خالدة، فسترى كيف أن ترتيب صفقة لشيء ما سيكون على حساب حصولك على مشروع ما أو عمل ما أو نجاح ما. فهي ديناميكية عجيبة سبحان الله، يقدرها الخالق ليريك أسرار رزقه وليعزز من خياراتك لما هو قادم من الحياة. التجدد في الرزق أيها الأحبة يدفعنا أحيانا إلى أن نعطي مع محبة وأن نعطي دون محبة، ولكن في النهاية نتمرن أن نحب مع العطاء. فالتجدد في الرزق يعلمنا يمكن أن نشغل وقتنا في دوام العمل وفي الدراسة وفي البحث عن الرزق الجديد. فالتجدد في الرزق يعلمنا كيف ممكن أن نشغل أوقاتنا ونحن في دوام العمل وفي الدراسة وفي البحث عن رزق جديد بالطاعات، ولكن يجب ألا نشغل قلوبنا عن الإيمان بأننا نستطيع أن نعمل الفارقة في العطاء. الرزق الذي يحدث أثرا أيها الأحبة يتطلب أن نرسم أولا خارطة طريق حياتنا، من أين جئنا وماذا حققنا وإلى أين نحن ذاهبون. فبدون هكذا خارطة أنت لا تعرف إلى أين ذاهب. الرزق الذي يصنع أثرا هو ما سيقال لمن ترك الزرع القوي، فيقال عن زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. التجدد في الفكر والسعي نحو العطاء لا يضيع جهده أبدا، فهذا الجهد إن لم يورق اليوم فهو سيورق غدا. ومعظم إنجازات العلم الكبرى
التي نراها هي مدينة لجرأة الخيال والإرادة التي من خلالها صنع التجدد. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها. وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على توفيته. من أهم متطلبات التجدد أن لا تجعل الهم يسيطر عليك فيمنعك عن الحركة للأمام. فالهموم أخي الحبيب وأختي الحبيبة مهما كانت كالجبال ممكن تجاوزها أو على الأقل التعلم منها ما دامت هنالك نية نحو التجدد. فانظر لها أنها ممكنات أو مسببات أو نتائج تم التعلم منها لرحلة جديدة في الحياة. وتذكر كلمات الإمام الشافعي وكيف جدد رحمه الله في حياته حتى حقق المكانة والأثر الذي نعرف، حيث يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوم لم يصبي، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز. ولكي نصنع تصورا في مفهوم التجدد وطلب الرزق، تعالوا لنستمع لقصة هذا اليوم. يحكى أن نسرا كان يعيش في أحد الجبال ويضع عشه على قمة إحدى الأشجار، وكان عش النسر يحتوي على 4 بيضات. ثم حدث أن هز زلزال عنيف الأرض فسقطت بيضة من عش النسر، فتدحرجت البيضة إلى أن استقرت بين قفص للدجاج، وظنت الدجاجات بأن عليها أن تحمي وتعتني ببيضة النسر هذه. فتطوعت دجاجة كبيرة في السن للعناية بالبيضة إلى أن تفقس. وفي أحد الأيام فقست البيضة وخرج منها نسر صغير جميل، ولكن هذا النسر تعود وتربى مع الدجاج وأصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة. وفي أحد الأيام وفيما كان يلعب في ساحة قفص الدجاج، شاهد هذا النسر الصغير مجموعة من النسور تحلق عاليا في السماء، فتمنى هذا النسر الصغير لو يستطيع التحليق عاليا مثل هؤلاء النسور، لكنه قوبل بضحكات الاستهزاء من بقية الدجاج قائلين له: ما أنت سوى دجاجة ولن تستطيع التحليق عاليا مثل تلك النسور. النسر فعلا حاول في البداية، ولكنه لم يستطع أن يغير من عاداته التي تعلمها من الدجاج، ولذا توقفت أحلامه عن التحليق في الأعالي. فآلمه اليأس وهو يرى كل يوم النسور تحلق من فوقه، واستمر ذلك ولم يلبث إلى أن مات بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج. تعلمنا القصة أيها الأحبة كيف أننا لم نتجدد نموت حتى ونحن أحياء. تعالوا لنتعرف ونعمل على الرزق الذي نريد لننفع به أنفسنا والناس من حولنا. تعالوا لنترك أثرا في الحياة ونساهم في بناء أمة، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أي رزق تريد؟ إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد؟
طريقة تفكير جديدة في تعاملنا مع مفهوم الرزق والسعي له. إنه سعي جاد في عمارة الأرض كأفراد ومجتمعات تساهم في تغيير واقعنا وواقع أوطاننا نحو الأفضل.